أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة بوبي فيشر أسطورة الشطرنج. بوبي فيشر لاعب أمريكي عظيم حمل لقب بطولة العالم وكان له فضل كبير في انتشار الشطرنج في مختلف أرجاء العالم. فيشر كان لاعب عبقري وله أدوار ممكن تعلمنا الكتير، وفي السلسلة دي هنشوف أدوار لفيشر في الهجوم وفي تجميع المميزات وفي الدفاع والهجوم المضاد وفي اقتناس المبادرة وكذلك في نهاية الأدوار. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 10، فيشر في تجميع المميزات، الجزء الأول. هنشوف الفيديو ده دور بين فيشر وبتروسيان في بيونس ايرس 1971. فيشر ابتدى يحوز التفوق خطوة وراء خطوة ويجمع المميزات حتى اصبح عنده تفوق كبير، وهنا انهى الدور. يلا نشوف فيشر في تجميع المميزات. فيشر بالابيض ولعب e4 c5 الدفاع الصقلي، نايت f3 e6 d4 cd4 نايت d4، وهنا لعب بتروسيان e6. نقلة e6 بتمنع الحصان من انه يوصل للمربع b5، وبتدخلنا في تفريع اسمه تفريع كان في الدفاع الصقلي. فكرة الاسود ان بيحمي المربعات السوداء بواسطة الوزير وبواسطة الفيل، وبيتهيأ للاعب b6 او b5 وينشر فيه المربعات البيضاء عن طريق الفيونكة. والدور كمل بيشوب d3، دي النقلة المعتمدة واللي بيلعبها معظم اللاعبين، بتحضر للتبييت، والأبيض في المستقبل هيلعب c4 وحياليها بنايت c3، والأسود رد بنايت c6. النقلة دي قليل جدا اللي بيستخدمها، ومعظم لاعبي الأسود بيلعبوا بدال النايت c6 بيلعبوا بيشوب c5 وبيهددوا الحصان، أو بيلعبوا نقلة التعبئة العادية نايت f6. على أي حال بتروسيان لعب نايت c6 وكمل الدور نايت تيكس c6، ودلوقتي الأسود ممكن ياخد الحصان ببيدق الدي أو ببيدق البي، وبتروسيان اختار إن هو ياخد الحصان ببيدق البي، ودي هي النقلة المعتادة. والأسود دلوقتي بيهدد إن يلعب d5، والفكرة دي معروفة ومنتشرة جدا في الدفاع الصقلي. وكمل الدور كسل، وهنا الأسود لعب d5. الأسود بيلعب الفكرة النموذجية في الدفاع الصقلي، البدأ الأسود على d5 بيتحدى وسط الأبيض، ودلوقتي بدأ الأبيض اللي على e4 يا إما ياخد على d5 يا إما يتقدم إلى المربع e5، ولكن فيشر زاد الموقف اشتعالا ولعب c4، ودلوقتي فيشر هو اللي بيهدد ان ياخد على d5، ودي اصبحت الفكرة الرئيسية في الدور، وهنعرف اثرها واحنا بنراقب الدور حتى النهاية. بتروسيان كمل نايت f6 cd5 cd5 ed5، ودلوقتي بتروسيان امامه 3 اختيارات عشان ياخد بيدق d5، يا اما ياخد بالوزير، ودي نقلة نادرا ما بتستخدم لان الابيض بيلعب نايت c3 وبتبقى نقلة تعبئة، وفي نفس الوقت بيهدد الوزير والاسود بيخسر نقلة، انما عادة الاسود بياخد بالحصان، لكن بتروسيان كمل في تحديه واخد بالبيدق ولعب e takes d5. ودلوقتي وصلنا لنقطة فارقة في الدور، بتروسيان اصبح عنده بيدق الوزير المعزول اللي احنا بنسميه ايزولاني، ومعنى انه معزول ان مفيش بيادق من نفس لونه على الاعمدة المجاورة لعموده، والبدأ ده في بعض الاحيان بيكون مصدر قوة لصاحبه او بيكون مصدر ضعف، وده التحدي اللي هنشوفه بين بتروسيان وبين فيشر طوال الدور. على اي حال جزء من استراتيجية الابيض قبل ما يبتدي يضغط على البدأ المعزول انه يسيطر على العمودين E و C بواسطة الرخين، وده اللي هنشوفه في النقلات القادمة. وكمل الدور نايت c3 بيشوب e7 كوين a4 تشيك،
النقلة دي نقلة قوية، والأسود رد بكوين دي 7، لكن الطريقة الصحيحة للدفاع ضد الكش هو إن الأسود يلعب بيشوب دي 7 عاوز الوزير، وممكن التفريع يكمل بكوين دي 4 كسل بيشوب جي 5، والأبيض أفضل قليلا لأنه بيضغط جيدا على البيدق المعزول على الدي 5. لكن على أي حال الأسود ملعبش بيشوب دي 7، إنما لعب كوين دي 7 وكمل الدور روك اي 1. الأبيض بينفذ خطته وبيبتدي يسيطر على العمود اي المجاور لبيدق الدي. فيشر كان ممكن بدل ما يلعب الروك اي 1 إن يلعب بيشوب بي 5 بيربط الوزير على الملك، ومنتهز فرصة إن بيدق الاي مربوط على الرخ، لأن الأسود مجبر على الدفاع عن وزيره ومفيش طريقة دفاع غير A takes B5، وهنا الأبيض هيكمل Queen takes A8. إنما الأسود بعد التبييت بيهدد Bishop B7 وبيهدد D4، وأصبح له المبادرة رغم تخلفه المادي، وممكن هذا التفريع يكمل ب Bishop G5، والأسود بيرد Bishop B7 عاوز الوزير بالرخ والفيل، كوين اي 7 دي 4 عاوز الحصان، روك اي دي 1 بيربط بيدق الدي 4، والاسود بيكمل بكوين جي 4 طالب تشيك ميت على الجي 2، والموقف معقد. لكن على اي حال الاسود عنده تعويض عن تخلفه المادي. لكن فيشر رفض ان يلعب البيشوب بي 5 ولعب مكانها الروك اي 1، وبيكمل في خطته في السيطرة على الاعمدة، وجعل هدفه هو استغلال البدء الضعيف اللي على الدي 5. وكمل الدور كوين اي 4 نايت اي 4، تكسير الوزيرين في صالح الابيض، ودلوقتي ظهر ضعف تاني في موقف الاسود وهو بيدق اي 6، رغم انه حاليا محمي مرتين بالفيل والرخ. وعلى اي حال الابيض انتهى من تنفيذ نصف خطته وهو السيطرة على العمود اي، ودلوقتي هيخرج بفيله وحيلعب روك سي 1 ويسيطر ايضا على العمود سي. وكمل الدور بيشوب اي 6، والابيض كمل في خطته بيشوب اي 3، ودلوقتي عاوز يحط الرخ على العمود سي ويسيطر عليه، وبتروسيان كمل بكسل. لو الاسود ملعبش كسل ولعب نقلة زي نايت دي 7 عشان يمنع نقلة الابيض القادمة وهي بيشوب سي 5، هتكون التكملة F4 عاوز يلعب F5، G6 بيمنع ال F5، بيشوب D4 عاوز الرخ، والأسود هنا هيلعب كسل، والأبيض هيكمل هنا روك AC1، ودلوقتي الأبيض بيسيطر على معظم الرقعة. لكن على أي حال في الموقف ده الأسود كمل بكسل، وهنا لعب الأبيض النقلة المفتاح في هذا الدور وهو بيشوب C5. الأبيض عاوز يكسر فيلين المربعات السوداء، ولما يختفي أفياد المربعات السوداء من على الرقعة هيبان جيدا الإضعاف الموجود على المربع دي 5، لأن الرخ الأبيض هيقدر يهاجم البيدق من جانب، وأيضا هيتيح للأبيض احتلال المربع السي 5 بالحصان. ممكن الأبيض بدل ما يلعب البيشوب سي 5 يلعب على الفور نايت سي 5 عاوز بيدق الاي 6، ولكن النقلة دي مش نقلة قوية لأن الأسود عنده الرد A5، والأبيض بيكمل بيشوب D4 بيشوب تيك C5 بيشوب تيك C5 روك FC8، والأسود هو اللي أخذ المبادرة وهو اللي هيحتل العمود C. ولذلك في الموقف ده الأبيض ملعبش نايت C5 إنما لعب بيشوب C5، وكمل الدور روك FE8 بيشوب تيك C7 روك تيكس اي 7. بكده الابيض اتخلص من افيال المربعات السوداء، وهيبتدي يعمل قاعده قويه في المربع سي 5 بواسطه الحصان، ومهد لها ببي 4. ودلوقتي الحصان لما يجي في المربع سي 5 هيهاجم البيدق الضعيف اللي هو على الاي 6، والاسود هيبتدي يعاني من اضعافين على الاي 6 والدي 5، وزي ما احنا شايفين نقلة ورا نقلة فيشر بيعمل اضعافات في موقف الاسود وبيجمع المميزات الصغيرة، وفي النهاية هيسيطر على الدور وهيفوز. وكمل الدور
كينج اف 8 نايت سي 5 عاوز البيدق، والاسود ما عندوش غير ان يلعب بيشوب سي 8، وقطع الاسود بتتراجع عشان تحمي البيدق الضعيفه في معسكره. ودلوقتي فيشر لازم يجد خطه لزياده الضغط على المربع دي 5 اللي بسقوطه هينهار موقف الاسود. وفيشر ابتدى المرحله الثانيه من خطته ولعب اف 3. ودلوقتي خطة فيشر ظهرت وهي بسيطة للغاية. هو دلوقتي بيهدد بتكسير الرخين، وبعدين هيذهب بالملك الى المربع دي 4، وهيجد طريقة يطرد بيها الحصان من المربع اف 6، وهنا هيسقط بيدق الدي 5. وبتروسيان لعب روك اي اي 7. بتروسيان بيرفض تكسير الرخين، ودلوقتي الرخين واقفين عشان يحموا بيدق الاي 6، وبكده ادى الحرية لفيل المربعات البيضاء. والنقلات اللي زي دي مش مستغربة من اللاعب الدفاعي الاول في العالم بتروسيان، اللي بيلعب نقلات غريبة زي دهية في ادواره من اجل الدفاع. وهنا فيشر لعب روك اي 5. فيشر كان هدفه من حوالي 7 نقلات لما لعب روك اي 1 هو الوصول برخه الى المربع اي 5 ومهاجمة البيدق من الجانب، وساعده في كده ان هو تخلص من افيال المربعات السوداء اللي كان ممكن تمنع الرخ من الوصول الى هذا المربع. وكمل الدور بيشوب دي 7، وهنا فيشر كمل نايت تيكس دي 7. والنقله دي نقله قويه جدا وغير منتظره، رغم ان فيشر كان حصانه بيتمتع بقوه كبيره على المربع سي 5، ولكنه لم ينسى خطته الاولى وهي السيطره على عمود سي بعد ما سيطر على العمود اي. وايضا الابيض بيفوز بميزه وهو التخلص من فيل الاسود، ودلوقتي اصبح في موقف مفتوح الابيض معاه فيل امام حصان، وبالطبع احنا عارفين ان الفيل بيتفوق على الحصان في المواقف المفتوحة. وبذلك فيشر اضاف ميزة اخرى الى المميزات اللي حصل عليها منذ بداية الدور. وكمل الدور روك تيكس دي 7، والابيض لعب روك سي 1، واصبح دلوقتي هدف فيشر لعب روك سي 6 والضغط على بيدق الاي 6 الضعيف. وبتروسيان دافع بروك دي 6، وبكده منع الرخ من الوصول الى المربع سي 6، ولكن ده ما منعش فيشر من لعب روك سي 7. فيشر بيقول بعد منع بتروسيان ليا من احتلال الصف السادس اصبح الصف السابع مفتوح، ودي ايضا ميزة لا يمكن انكارها. وحاليا الاسود اصبحت نقلاته محدودة. وكمل الدور نايت دي 7، روك اي 2، جي 6، كينج اف 2، اتش 5، وهنا رد فيشر بنقله قويه اف 4. والنقله دي ميزتها ان هي بتحاصر الحصان الاسود وبتمنعه من الوصول الى المربع اي 5 بعد ما النقله بي 4 منعت الحصان من الوصول الى المربع سي 5. لو الابيض ما لعبش الاف 4 ولعب مكانها نقله زي كينج اي 3، النقله دي هتسمح للحصان الاسود بالرجوع مرة اخرى للدور ويلعب نايت اي 5، ولذلك الابيض في الموقف ده لعب اف 4 ومنع الحصان من الرجوع مرة اخرى للدور واغلاق العمود. وكمل الدور اتش 4، بتروسيان بيحاول يعمل اي هجوم مضاد في جناح الملك، وفيشر رد بكينج اف 3 عاوز يجي في المربع جي 4 ويهاجم بيادق جناح الملك، والاسود كمل باف 5 عشان يمنع الملك من الوصول للمربع جي 4، لكن فيشر رد بكينج اي 3. ودلوقتي الاسود تقريبا في حالة زوكزفانج وما عندهوش اي نقلة صالحة للعب. يعني مثلا لو الاسود لعب نايت اف 6 الابيض هيرد بكينج دي 4، ودلوقتي اذا الاسود لعب نايت اي 4 عشان يقفل العمود اي الابيض هيلعب ببساطة روك اي سي 2. ودلوقتي الابيض اصبح في موقف استراتيجيا فائز، لانه سيطرة كاملة على العمود سي، ومنها هيمد سيطرته الى الصف السابع، والاسود تقريبا ما عندهوش اي نقلة صالحة، وفي النهاية هيسقط بيدق الدي 5 وهينهار كل دفاعات الاسود. ولذلك في الموقف ده بتروسيان لعب نقلة جريئة وهي دي 4 تشيك. بتروسيان بيمنع الملك من التقدم، لكن النقلة دي هتجعل الأبيض أكثر تحررا. وكمل الدور كينج دي 2، نايت بي 6، روك اي اي 7، الأبيض سيطر على الصف السابع، وهنا الأسود لعب نايت دي 5، ودي شوكة رباعية لرخين وبدائين. ورغم إن النقلة دي بتبدو قوية جدا، إلا إن في الحقيقة الأبيض أصبح في موقف فائز،
وكمل روك اف 7 تشيك، كينج اي 8، روك بي 7. الابيض كده نجا بالرخين لكن ترك احد البدائيين للاسود، والاسود كمل نايت تيكس بي 4. لو الرخ اخذ الحصان الملك هياخد الرخ الابيض، ودلوقتي الحصان طالب الفيل، ولكن في شر حل كل هذه المشاكل بنقله وحيده وهي بيشوب سي 4 بيحمي الرخ، ودلوقتي هو عاوز الحصان. وهنا بتروسيان سلم. لو عاوزين نعرف بتروسيان سلم ليه، ممكن تكون التكمله نايت سي 6 روك اتش 7 عاوز تشيك ميت في المربع اتش 8 روك اف 6 الدفاع الوحيد، روك اتش 8 تشيك، روك اف 8 الدفاع الوحيد ايضا. وهنا الابيض هيلعب النقله الجميله بيشوب اف 7 تشيك. الرخ ما يقدرش ياخد الفيل لانه مربوط على الملك وما عندوش غير كينج دي 8، والابيض هيكمل روك تيكس اف 8 تشيك ميت، ولذلك بتروسيان في هذا الموقف سلم. فيشر علق تعليق ظريف على هذا الدور، وهو ان هذا الدور عبارة عن جراحة بدون دماء. وبالفعل فيشر نقلة ورا نقلة زاد من مميزاته، وفي النهاية وصل الى موقف فائز بعد ما انهارت جميع دفاعات الاسود. أرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا الدور، وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة فيشر أسطورة الشطرنج.